النازح من الرمادي إلى بغداد البالغ من العمر 19 عاما، ألقى نفسه من على جسر الجادرية هربا من بطالة تهدد قوت عائلته النازحة معه، وهربا من مسؤولية تتعاظم وضغوط نفسية رفعت من حالة الانتحار في بغداد إلى 4 خلال شهر واحد. أما عن ملابسات الانتحار فالقصة نسمعها من ابن عمته. هو قبل يومين خبرنا كان بالرمادي، قلت له تعال يمي، ما قال ما اقدر، قال شوف لي شغل، قلت له تعال يمي وانا اشوف لك شغل. يعني البارحه انا منصدم، لحد الان منصدم ما اعرف شنو هو يشتغل. يمكن كفنجي يمكن كان؟ كان يشتغل بكنا فنجي وبعدين بطل واشتغل بقلقامش وعزل قلقامش وظل قاعد. يعني هالفتره راحت مر وين تشيلي هاوس، اي جماعتنا كلهم بتشيلي هاوس، فمر لهم مر عليهم قال لهم جوعان اعطونا اكل، فمطيه كم يعني ماخذ مال 3 نفرات ماكل. فقال لي قال محللون وواهبون ظال يحكي وياهم شوفونهم، حتى هاي الرساله الولد يقول شوفنا هاي الرساله، يقول بس انا ما صدقت على بالي هاي اللي انتشرت اي. فقال له ايش بيك انت، تريد تهاجر تريد تنتحر؟ قال لا لا ماكو شيء. وسيم الذي أنهى دراسته الإعدادية وانتهى به الإحباط من حكومة الأنبار إلى النزوح للعاصمة والعمل في إحدى مقاهيها قبل أن يتم تسريحه قبل أشهر وقبل أن تخفق جهود البحث عن عمل. نهاية سريعة لمشكلة كبيرة لن تغرق بالسهولة ذاتها في نهر دجلة. من هذه المنطقة ومن أعلى نقطة في جسر الجادرية قام الشاب وسيم بالانتحار بإلقاء نفسه في نهر دجلة. لا تزال الشرطة النهرية القريبة من مكان الحادث بعمليات بحث مستمرة عن جثة الشاب وسيم المختفية منذ ساعة الانتحار وحتى ساعة إعداد التقرير. عائلة وسيم التي رفضت التحدث لم تقم بأي مجلس للعزاء لأن جثة وسيم لم تظهر بعد، جثة إن ظهرت فإنها ستؤشر مصيرا لا يريده الشباب بل يقودهم إليه الواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي بحسب خبراء. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.